مرحبا أعزائي أصحابي أصدقائي مستمعين الكرام، شلونكم؟ شو أخباركم؟ حلقة جديدة، حلقة سبيشل خلينا نسميها اليوم. هنا في بودكاست ميل اليوم ويانا ضيف عزيز جدا، هو صديق بصراحة، بس يعني خلينا نعامله شوية ضيف وبعدين نطقه بالأسئلة. حتى ها أكو أسئلة هم طبعا اجتنا هواية. أول شيء خلينا نرحب بالضيف وصديقنا أكتوبر. شلونك أكتوبر؟ حبيبي إبراهيم، صديق بس شايفك وانت ما شايفه ولا تعرف اسمه وكل شيء ما تعرف. اكو اسئله يعني. جايه بالحلقه ومنتظرين الاجوبه طبعا احنا. حلو. يعني ان شاء الله اجاوب على اللي على هاي الاسئله، ان شاء الله اقدر على كلها، اكيد ما راح اقدر بس نشوف نحاول. طبعا اشكر اصدقائنا المستمعين والمتابعين ايضا، حتى اللي اجونا جديدين يعني حتى من قناه اكتوبر، يسالون هوايه اسئله وان شاء الله احاول. طبعا ما شاء الله هوايه اسئله وراح احاول. طبعا اختاريت مجموعه من الاسئله اللي اشوفها كامن، يعني انه هوايه سالوها فراح نسالها ان شاء الله بالحلقه، واحاول ان شاء الله اذا صارت حلقه ثانيه طبعا اوعدكم نجيبه مره ثانيه الاخ. فخلنا نبدا اول مره، خلنا نبدا حتى بدون ما المقدمات. اكتوبر انت منو؟ شو اسمك؟ تعال شو اسمك؟ شنو اسمي؟ انا اشوف انه الاسم مو يعني مو مهم بالنسبه لي بصراحه. غالبا انه انا اصلا اسمي مو فد شيء محبب بالنسبه لي، هاي اولا. الناس تحب الاسم هذا بس انا ما احبه، هاي اولا. هاي مشكلتنا كعراقيين كلتنا ما نحب اسمنا، هاي اولا. ثانيا الفكره كلتها انه اوكي انا بس عندي فكره، ما لك علاقه باسمي، ما لك علاقه بمذهبي، ما لك علاقه بقوميتي. عجبتك الفكره اخذها، ما عجبتك عوفني. مو عن اسم ولا عن شخص، كانت القناه كانت عن فكره، ولهذا انا ما ركزت على اسمي ولحد هسه انا ما احب. ممكن انا ما اعرف، اكو براسي واحد دايق، انا مجنون يعني كل صراحه. اللي يعوف 350 300 اوقفنا وحدة. يعني هذا واحد مجنون حرفيا. واحدة طبعا راجع لك طيب. بنفس السؤال راح اطلع الاسرار، انا راح اطلع اسمك ومنو انت. بس البداية هاي شوي، هاي يسموها تمويه زين. طيب. وداع عن يوتيوب شنو هاي؟ طيب. صار لك كل اسبوع ننتظر حلقة، نشوف حلقة. طبعا اللي نام انضم ويانا وما يعرف اكتوبر، راح نحط لكم رابط قناته طبعا جوا. قناة بصراحة أنا أشوفه إنه مو بس لأنه صديقي دا أحكي لهذا الحكي، لأنه هو مبدع. يعني روح شوف القناة وبعدين تطلع فيدباك مالتك. صبغة جديدة، يعني خلينا نقول لون جديد موجود بالعراق، هو ممكن موجود من زمان لكن كمية المعلومات والتعب اللي يحاول يختصره، يعني سأنا ممكن نسوي حلقة 20 دقيقة نحكي على الموضوع، بس هو ممكن يختصرها بأربع دقائق إلى خمس دقائق مرات أو سبعة، أكو زين يختصرها في فيديو صغير وسريع. يعني فيديو كلش حلو حماسي بحيث يخليك تفرجه مرتين، تسوي له باز، تسوي له. فشوف الصبغة اللي سواها، هاي التعريف شي بسرعة على أكتوبر. لكن شفنا إنه طبعا صار له فترة ينزل قريب السنة وإحنا تعودنا ومتابعين هواي. آخر فيديو إله يعني حتى شفناه ما شاء الله وصل إلى مرحلة صار في حلقات من برنامج البشير شو زين، شفناه هناك موجود. وكنت طبعا كلش براود لما وصلت هناك طبعا أكتوبر. المهم أخوي كبير، أنا أشوفك أخ كبير بصراحة، أنا كلش أحبك. يعني بعيدا عن الحلقة، أنت من الناس الأوائل اللي آمنت بي، من الناس الأوائل. صدقا أنا أقول له أنت جيتني بمرحلة أنا كنت أحتاج شخص يؤمن بي، وانت كنت من اوائل الناس، لهذا انا اقول لك انت صديق وبعدني اؤمن بك. يعني انا اشوف انه انت يعني خلينا نفهم هاي وداع عن يوتيوب شنو هاي؟ شنو ايش بسرعه تلزق لنا وحده وداع عن يوتيوب وتروح؟ وداع عن يوتيوب ابراهيم، انا اولا بحياتي الشخصيه وحتى بالعمل ما احب التكرار، اكره التكرار، اكره الروتين. وداع عن يوتيوب كانت لها عده اسباب، ممكن اذا احكي بيها ما اخلصها نص ساعه. وداع عن يوتيوب كانت خطة موضوعة حتى قبل لا أبدي بالقناة أصلا. أكو أشخاص يعرفوني قبل لا أبدي هذا المحتوى، لما شافوا رسالتي الأخيرة بذاك المحتوى القديم عرفوا موجودة الرسالة لحد هسه يمهم، موجودة الرسالة مكتوبة يمي، أنه أنا قلت أنا راح أكون على مرحلتين.
فهاي كانت المرحلة الأولى بالنسبة لي. أولا هاي كانت أول يعني إنه أنا أصلا عندي خطة إنه أبدي بشيء معين وأتوقف وبعدين أسوي شيء جديد. ثانيا بصراحة يعني الستايل مالتي إجا من بسبب واحد إنه أنا ما أعرف شنو أمنتج، ما أعرف شنو الجرافيك ديزاين، ما هاي السوالف موشن جرافيك كل شيء ما كنت أعرف. فلما أنت ما تعرف شيء وتدخل بمجال معين ممكن أنت بشخصيتك تبتكر أسلوب يخصك بعكس إنه أنت صحيح. تكون متأثر بأشخاص ثانيين يعني بهذا المجال. فلهذا أنا ممكن بديت بشيء ممكن أنا أشوف إنه ما حد مسوي، لأن هذا الشيء أنا كنت أبني على شخصيتي. ثانيا القناة كانت لما أنا فتحت القناة يبو أنت تعرف كل الزين كانت ظروفي المادية صفر. طب أنا لما بديت القناة صراحة الأجهزة اللي اشتريتها اشتريتها بالدين، وكان الشرط إنه يكون الأرباح بالنص. يعني هسه إذا أقول لك الأرباح مالتي من اليوتيوب شقد راح تقول لي أنت شون استمريت، شون أنت تحملت. جايك السؤال هذا. إيه يعني طبعًا بالنسبة بالمناسبة أكو حلقة إحنا سجلناها من زمان أنا وأكتوبر موجودة على منصات مي. طبعًا اللي ما مسوي سبسكرايب هناك يسوي سبسكرايب على منصات مي، روح على قناتي على اليوتيوب فولوس حلقات طبعًا إن شاء الله تستفادون منها. سوينا حلقة ويا أكتوبر شون ممكن تنجح في بناء فكرة وحكينا على بداياته. هناك أكو أكثر ديتيلز إذا حابب تسمع بداياته، حابب تسمع شنو إنه يعني حتى اختصرها للمستمعين انه اي انسان ممكن يبدي ترى يعني، وشوف شوف الاجتهاد اللي سواه المجهود اللي قدمه، وايضا خلينا نقول يعني مثل ما قال بدا من الصفر ويمكن حتى تحت الصفر. والله تحت الصفر كنت. يعني مستمعين الكرام مو حسبالكم انه اكتوبر دخل وعنده واسطه لو يعرف حد. فالفكره هذا اللي شدني لك طبعا من البدايه. فالفكرة إنه إبراهيم الأرباح اللي بالنص، ولما أنت أكو شخص وياك جاي يعني يشاركك بهاي الفلوس وأنت كصانع محتوى تعتمد على فلوس بشكل كبير لأن هاي حياتك الشخصية، تريد على الأقل تطور أجهزتك. هذا الشيء دفعني إنه أنا ما عندي وارد مادي، دفعني إنه أشتغل خارج القناة. يعني أنا عندي قسم إعلاني، أنا أسوي إعلانات. لو ما هذا القسم صراحة ما كنت أقدر أستمر أكثر من 6 أشهر لأن ما كانت أكو مادة. وهذا القسم الثاني اللي هو القسم الإعلاني شان يأخذ مني جهد أكبر. ليش؟ لأن أنت عندك زبون يريد منك الفيديو بوقت قياسي وأنت بنفس الوقت يعني أنا مرات أتذكر نفسي أسوي إعلان وأشتغل ويا البشير وأسوي القناتي حرفياً أنا كنت يعني آلة. وهذا واحد من الأسئلة أيضا إجانا حتى يقول لك شنو يشتغل أكتوبر، لأنه كمية الجهد والوقت اللي تطيء أنت طبعا جاوب عليه، بس يعني أنه شنو تشتغل يعني مثلا أنا هواي ناس من مستمعينا يعرفون أنه أنا أشتغل يعني عندي داي تايم جاب ألان اللي ويانا بمنصة مير عنده شغل. فهاي بالنسبة إنه يعني هي أكثر من هواية صارت، إحنا نحب عندنا مستمعينا ونحاول نقدم لهم فد فكرة فد معلومة لأنه هذا اللي نخلينا نيجي نرجع زين. فعندنا شغل، عندنا ما يعني مورد مادي بالنسبة لنا دخلنا، بس أكتوبر هذا الشيء مهم طبعًا. أنت إيش تشتغل؟ أنا عندي قسم إعلاني، عندي قسم إعلاني الناس تأخذ مني إعلانات موشن جرافيك وتعليقي الصوتي، فأسوي لهم إعلانات يعني مثلًا أريد 30 ثانية، أريد دقيقة، أريد أكثر هكذا. فهو عنده متطلبات معينة وأنا شلون فريلانسر نفس الشيء. قلنا السبب الأول أنه أنا كنت مخطط أنه أصلاً أنا أعوف القناة. ثانياً البنص الأرباح البنص هاي صراحة أذتني كلش، خلتني أشتغل جهد إضافي، وهذا الجهد الإضافي قبل 4 حلقات أو 3 حلقات مالت الحلقة مالت الفائق الشيخ علي إبراهيم صوتي انتهى، صوتي ما يطلع. تخيل أنه أنا بذاك الأسبوع كنت مسوي حلقة لفائق الشيخ علي وثلاث فيديوهات إعلانية. يعني أنت تتخيل تشتغل أكثر من 20 دقيقة موشن جرافيك بهذا الشغل، الجهد والبحث والسكرت، أنت تبحث، أنت الصور أنت تصممها، أنت تنزل، أنت تسجل، أنت تسوي كل شيء. هذا الشيء دمرك.
فاني قلت اوكي انا هنا جاي استهلك نفسي، انا راح اشتغل لفتره معينه انه اوكي خلاص كافي. زين اخذ بريك يعني، اخذ فد راحه وارجع يعني، يمكن انت برنت اوت على قولة المصطلح الامريكي يعني، كلش يعني زهقان تعبان. هذا اي هذا يجيبنا للسبب الثالث. اوكي السبب الثالث انه اسم اكتوبر صراحه صار ملتصق بي. اكتوبر انت تعرف انه هي ثوره صارت عند العراقيين، وهذا الشرف لي انه هذا الاسم يكون لي. بس بنفس الوقت انه هذا ممكن يحددك بمجال معين، انه انت بس لازم تكون سياسي. وانا من البدايه ابراهيم انت شايف قناتي مو سياسيه، قناتي ماكو فيديو واحد بمعلومه واحده، ماكو فيديو واحد عندي فقط اللي هو القانون مالت شو اسمه، قانون معين كان حكيت عليه، ولا البقية الفيديوهات اذا تجي عليها راح تلقى بيها تاريخ، راح تلقى بيها سياسه، راح تلقى بيها علوم الى اخره. يعني انا متنوع، بس اسم اكتوبر واني اسميها اوسيتيوبر تسقط بيه. فهذا الاسم اللي هو انا قلت لك هواي ناس من العراقيين يشرفون بي وفتحدث عظيم كان، هذا الاسم لما يلتصق بشخص معين ممكن يحدد من مجاله، ممكن ما يخلي ياخذ راحته بتفاصيل معينه. فهذا الاسم يعني مره اجاني تعليق انه انت تريد تصعد باسم الثوره، فهذا هيك تعليقات انت لازم تفكر لها بعد 5 سنين مو هسه. فالرجعة جديدة إن شاء الله، أنا البارحة جاني اسم كلش حلو بس ما راح أعلن عنه لحد هسه، لأن وما أعلنت عنه بالقناة لما قلت إنه أنا راح كنت أقدر أسوي قناة وأقول لهم روح اشتركوا بيها لحد ما أنا أسوي محتوى. بس الهدف إنه أنا ما أستغل هذا الاسم حتى أصعد بالمستقبل، لا هذا الاسم شرفني، سويت اللي علي بي، قدمت اللي أنا أقدر عليه، شكرا لكم، سويت اللي علي، باي باي. إذا نرجع حتى لضي على المستمع، ايه. قلنا أولا كان مخطط إلها من البداية، ثانيا الوضع المادي كان حاكمني إنه أشتغل خارج القناة وهذا الشيء كلش تعبني وأجهدني، وثالثا إنه هذا الاسم لازم ما أحد يجي يقول لي بعدين أنت استغلته، لا أنا سويت اللي عليه بهاي القناة، وحتى إذا سويت قناة جديدة ما راح أعلن عنها بمنصات، لا راح أسويها وأبدي مثل ما أنا بديت من الصفر وأشوف نفسي، ومن الله التوفيق نشوف شو راح يصير. زين شنو لونك الجديد؟ يس أنت قلت إنه راح لوني الجديد أسوي اللي يعجبني، أسوي المحتوى اللي يعجبني، المحتوى المختلف. يعني هسه أنا عندي حلقات مكتوبة بس ما سويتها، السبب إنه كانت أكو مواضيع أهم، هي مواضيع مهمة وشيقة وغريبة كلش، بس لا أنا بهاي القناة أنا عندي عدة رسائل أقدمها وأقول باي باي. وأنا تقريباً هذا الحكي ترى أنا قايله بالإنستغرام أتوقع بثين ثلاثة مرتين أنا قايلها، كانوا يسألوني منو أنت، أقول لهم أنا عندي رسالة وأروح، أنا إنسان عنده أشخاص يطرحها ويروح، ما كانوا يتوقعون إنه أنا كنت راح أعوف، ما كانوا مركزين بكلامي. وأنا عندي هيدن مسج بالقناة كوما، انا احب هاي الهيدن مسج، الرسائل المخفيه، انه انت تسوي شيء بعدين اذكره، ممكن بعد 4 سنين انا اذكركم شيء بالقناه لكم، ها روحوا شوفوها حتى تتاكدون. فانا عندي كلش رسائل مخفيه بالقناه كلش، لحد هسه كوكوما ما يعرفوها. زين وهاي الطريقه، هذا الاستراتيجي مال طريقه صناعه الفيديو بالعمل الجديد اللي راح تقدمه، ظهر انت طبعا انت مودعنا بعد بس راح تجينا بشيء ثاني يعني، راح لا, لا 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 هو نفس الشغل بس ما راح اتوقع ما راح اكون قريب على السياسه، اتوقع احكي على السياسه بس ما راح اكون قريب بالشكل اللي كنت هسه. تشعر رياضه احكي باللي عجبني راح تشعر يعني. ابراهيم شنو اكتوبر شنو ممكن احكي عليك غير تقول لنا شنو اللون اللون انه هو الـ 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 يعني منوعات انترتينمنت. انت بالبدايه قلت انه هذا الشخص يختصر موضوع ممكن يكون 20 دقيقه باربع دقائق، فاني هذا السكيلز اللي عندي انه اختصر المواضيع ممكن يكون على ليفل ثاني اقوى بهوايه، فراح نشوف ان شاء الله. زين اكتوبر انت شنو اسمك الحقيقي؟ مو وقتها هسه، انا متاكد اني راح اقولها بيوم من الايام وراح عادي ما عندي مشكله، بس من اكون انا متاكد من انه انا هذا الشيء راح اسويه صح، بس حاليا هذا الوقت لا مو صح.
زين انت شلون شكلك صغير؟ لا شايفينك، لا يعني انت ولد حليه وهيك يعني. والله انا شوف نفسي مو حلو. جمال مو جمال الشكل طبعا، بس لا طبيعي عادي انسان طبيعي عادي عادي مو حلو يعني ذاك اللي واو ولا. زين كم واحد يعرف اسمك الحقيقي؟ كم واحد يعرف اسمي؟ الاشخاص الاشخاص القريبين علي اللي هم اصدقاء. احمد البشير يعرف اسمي، اي عثمان البشير يعرف اسمي، ذولا خارج القناه. البقيه هم اصدقائي اوريدي، اصدقائي كانوا يعني. اوكي شلون وصلت احمد البشير؟ يعني شفتك انا راسا انا صراحه شلون وصلت لاحمد البشير؟ والله ما اعرف هو اللي وصلني، انا وصلت ما اعرف، بس انا اللي اعرفه انه كانوا يعني يتابعون مواضيعي يعني. عثمان كان يباوع القناتي قبل لا نتواصل يعني، هو كان يشوف قناتي. زين اكتوبر يعني شنو مستقبلك ويا البشير شو؟ انا شفت انه هاي خطوه ايجابيه اللي قدام، وطبعا انت تركتنا هسه ورايح شيء ثاني، فهذا الشيء الثاني هل هو علاقه يعني خلينا نقول بشو جديد او شخص جديد؟ وشنو مستقبلك يا احمد البشير؟ انت حسك ان احنا انت وصلت الى مرحله زينه. مستقبلي ويا احمد البشير يعني انا اوريدي يعني مقدم لهم سيناريو لمسلسل معين، مو سيناريو هو قصة وفكرة بس بعدها ما مكتوبة، والفكرة كلش مختلفة وكلش راح تكون حلوة ولا شايفها بالتلفزيون العراقي. الفكرة راح تكون إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إذا هم ما طبقوها فممكن تطبق بغير، ممكن أنا بنفسي أطبقها، بس هي قيد الدراسة وإن شاء الله ممكن تطبق يعني، أكو احتمالية كبيرة إنه تصير مسلسل. هذا اللي أنا عارفه. أوكي إن شاء الله بالتوفيق لك. طبعا تفاصيل بقية ما أقدر أقولها. نتمنى لك كل التوفيق طبعا. أكيد. الله يحفظك. زين شنو أول حرف من اسمك الحقيقي؟ حرف الراء. حرف الراء. أوكي يعني هسه أصدقائنا مستمعين إلى تريدون تخمنون الأسامي حطوها بالكامنت. زين ما أعرف شو أقول لك. بس أكيد مو أحمد، لأن أنا من سويت حملة أيدية أخذت الباي بال مال شخص عايش بأمريكا. إيه. صديق إلي. فكلهم يقولون ها طلع اسمك أحمد، يا بقول لهم والله مو أحمد، أحمد واحد صديقي. فلا مو أحمد. زين زين زين. زين عمو اكتوبر انت رحت مدرسه دارس شيء مخلص شيء؟ اكيد. لو مو مسوي شيء وراسا نجد على اليوتيوب. اغلب المتابعين يعرفون انا هذا الشيء قايله بالقناه، انا خريج قانون وهذا المجال يعني كلش ساعدني بصناعه المحتوى، لان المجال متفرع كلش وطاب بكل شيء، ف خريج قانون. طبعا غريبه طبعا جت لي وايه اسئله على هذا الموضوع، شنو تحصيلك الدراسي وهاي؟ فهذا الشيء لا يعني... انا قايله بقناتي، قايله بقناتي يعرفون يعني، اللي شايف حلقه الاسئله اتوقع اني قايلها. طبعا احنا نعزك ونحبك ونحب محتواك وراح نضل نتابع يعني، اتمنى ان اليوتيوب ممكن ترى تركه، بس ما راح اسوي بوست بعد عليه، ما راح يعني لا تغلق القناه لانه محتاجين هاي الفيديوهات تبقى. لا اكيد هاي الفيديوهات مو ملكي يعني، انا ما اعتبرها فيديوهاتي، هاي فيديوهات للناس اللي أنا سويتها وتحب تستفاد منها، فمستحيل أمزح. حلو. مستحيل. طبعاً إن شاء الله نسمع منك أخبارك ونشوفك بالقناة الجديدة وباسم الجديد، وأكيد راح تعلن عنه أنت بالإنستغرام وأنا راح أكون يعني أكيد. والله إذا أفكر حتى الإنستغرام أوفر صراحة. حتى وين راح تروح؟ هتهاجر؟ والله جاي براسي صراحة، جاي براسي. ها ما قلت لك أنا هذا الاسم ما أرد أستغله. زين شلون نبقى على تواصل يعني المستمعين قصدي وياك؟ وأنا من أبدي أنشر مرة ثانية أكيد راح يعرفون، بس أنا ما يعني بعدني ما مقرر صراحة راح أعوف الإنستغرام لو لا. المهم نرجع إن شاء الله يعني نسمع منك قريبا، أكيد أنت هسه في فترة راحة وتخطيط. زين شنو أكثر فيديو تعتبره أنت سويته على أكتوبر يوتيوب، هذا اليوتيوب مالتك شانل، شنو اكثر فيديو حسيت انه يعني صدق انت وصلت
بيفد مسج وحسيت انه هذا سبيشال بالنسبه لك، انه بي معلومات تحب الناس كلها تروح له وتتابعه، انه يعني تتمنى المستمعين يروحون يشوفون اكثر مره حتى يعني رسالتك توصل. والله ابراهيم عفوا، هي كل الفيديوهات كان بيها مسج معين، بس اتوقع اكثر فيديو اني وضحت بيها هواي امور هاي مالت العراقي لعين، هاي مالت العراقي لعين، والجزء الثاني منها لانه ضرب ديمونيتايز فسويت جزء ثاني لها. هذول الفيديوهات الاثنين صدقا يعني هذا اللي جاي يصير بالعراق هيك، يعني كلها عبارة عن شلون اقول لك اياها، سيطرة اعلامية على اراء الشعب. يعني الاحزاب الموجودة صراحة انا اشوفها هيك، يعني ما تريدك تنتخب هسه بغض النظر اكو ناس بغض النظر انه اكو ناس ممكن ما تؤمن بالمشاركة عن اسباب معينة قناعات شخصية، ما اريد اخون الكل، بس انه زراعه الفكره ترى تجي من هيك جهات، هم يريدون الشعب يائس، يريدوا الشعب ما ينتخب. يعني هسه انت عايش بامريكا، يعني هسه اذا الناس ما تنتخب راح يتغير شيء؟ لا هوب. ما اريد نقارن بين الوضع السياسي فيت الامريكي والعراقي، بس يعني لازم المجتمع مالتنا يقتنع انه لازم تنتخب، هذا حل مالتك. طبعا احنا ما نريد نفس السياسه، بس بعض الناس يقول لك والله انتخابات مزوره كذا بلا بلا، ممكن يعني وجهات نظر. هسه خلي بس احكي هاي دقيقتين، احكيها بس لا هسه انت كابراهيم لا تسوي سبيسيفيك ايه. لا 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 اوكي عام بشكل عام، هسه انت كابراهيم زين ايش قد تظن انه عدد الاصوات المزوره بالانتخابات ايش قد؟ يعني انطيني رقم بيا دولة نانا بالعراق عدد الأصوات المزورة. هذا رأي سياسي بس بالنسبة لي. لا لا مو رأي، انطيني تخمين. انطيني عدد مو نسبة، عدد انطيني، قول لي نص مليون مليون كذا. يعني خلينا نقول فد 40 مليون. لا شق وياك، لا شق وياك. يلا 10 مليون. لا مو معقولة يعني 10 مليون. أنا عندي وجهة نظر، بس خلينا نقول بعض الملايين. يلا few millions. قول 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 3 ملايين. قول 3 ملايين. 3 ملايين زين زين. إذا 3 ملايين، إذا 3 ملايين مثلا مزورة، وهذا عدد كلش كبير، ماكو حزب بالعراق يقدر يسوي تزوير 3 ملايين، بس عدد الناس اللي إلها حق التصويت هي 25 مليون. أي 25 مليون، إيش قد نسبتها بالنسبة لثلاثة مليون؟ إذا كل الناس مو كلها، خلينا نقول 20 مليون ينتخب، فالثلاثة مليون ترى ما راح تأثر. يعني المسج 3 مليون هذا رقم خيالي، ترى هذا رقم خيالي كلش. أنا بقناعتي ممكن عدد الأصوات المزورة ما تصير مليون. أكيد بالنهاية طبعا واحد لازم يسوي اللي عليه، اللي هو يروح وينتخب ويصوت، لأنه هذا شغلك يعني. فأكيد لن ننبوا على الواقع العام، أكيد لازم كل واحد يسوي اللي عليه. فهذه الرسالة مالتنا أكيد ورسالتك زين. هم نرجع السؤال يعني على اليوتيوب شانل مالتك، والله خلنا نسوي لك كويز هيجي شوية نختبرك. شنو أكثر فيديو جاب عدد مشاهدات؟ فيديو تفجير العراق كانت فكرة دعائية صراحة أفتخر به، أتوقع 960 ألف هيجي شيء. شغل ما طالع عندي، أنا تعرف شو طالع عندي؟ طالع عندي هذا مال رئيس كوريا الشمالية، هو هذا تفجير العراق. تفجير العراق اوكي. 910 ألف هيك بحدود 900 شويه. وشنو تفاجئك هذا الشيء لو؟ لا ما فاجأتني، لان الفكره بصراحه ابداعيه، يعني ما شفت ماكو باليوتيوب انه احد جايب هيك فكره انه تحاول تفجر دوله. رغم انه الموشن جرافيك يعني بيه بسيط جدا، بس الفكره ابداعيه. أكيد أنت مبدع، أنت إنسان مبدع. الله يخليك. زين أس اسمك الثاني اسمك الثالث طينا فد شيء اللقب يعني سحنا. قلت لك مو وقت. هسه حاليا مو وقتها، أنا قلت لك من أكون مأمن نفسي 100% راح تكون كل شيء واضح، بس يعني حاليا لا. هم جت لك تهديدات يعني ما أعرف مسج يعني حتى لا أكون إنه أنا اكو هواية شخصيات خلينا نقول تتمنى يجيها تهديد حتى تتفاخر بالتهديد، وهاي واكو ناس صدق تتهدد، بس اكو ناس هم تحب انه
تسوي نفسها مهددة. أنا بصراحة تجيني تهديدات، بس تهديدات مو على مستوى مثلا شخصية سياسية عالية، تهديدات ما أحس إنه هي فالتهديد إنه ممكن. بس شيء أكيد يعني لو يعرفون مكانك ويعرفوك زين أكيد ما يخلوك بحالك. أنا هذا الشيء حافظت عليه الحمد لله. هل هو واحد من الأسباب اللي خلاك تسد هالقناة؟ لا يعني أكيد لا. لا 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 أكيد لا. إيه أنا قلت لك ثلاثة أسباب. أكيد بس يعني حاولنا نطلع أسباب أخرى. لا لا، إضافة هاي ثلاثة أسباب اللي قلت لها هسه قلت لك إياها بهاي الحلقة، إضافة إلى السبب اللي أنا ذكرته بالحلقة إنه أنا الرسائل اللي أتوصلها كملتها، إضافة إلى سالفة الفلوس، سالفة الشراكة اللي كانت بالقناة، إضافة إلى السببين الثانيين اللي ذكرت لك إياها. هاي كان أربع أسباب فقط. زين، عندك عندك فكرة أو أمل إنه تطلع مثلاً من وضعك هذا تروح تنتقل إلى مكان آخر، سواء كان دولة أخرى أو مدينة أخرى؟ عندك يعني شنو مثلاً إذا سألتك شنو هي الدولة اللي تريد تعيش بها هسه؟ يعني إذا أنت عندك العراق يكون أحسن بصراحة. ما أحب أغادر. تبخل. ممكن فكرت بلحظة من اللحظات، ممكن فكرت، بس حالياً لا. زين، وراحت الفكرة بعد؟ اي راح، ممكن بلحظه من اللحظات انا فكرت بس لا تراجعت عنها. حاب اعيش في العراق، هذا اولا واخرا هو بلدي. اما اللي يريد يسافر خلي يسافر كيفه هو. اي قناعات يعني، انا قناعتي يعني. حلو. زين، اذا كنت رئيس العراق شنو اول شيء راح تسوي؟ اذا كنت رئيس العراق هذا واحد من اسوي ادعم مجال التعليم، لان التعليم ياسس لي جيل قوي، هذا اهم شيء. والله خوش فكره صراحه. انا من يعني اشوف انه احنا اذا تريد تبني دوله ابني تعليم قوي. صحيح، الفاونديشن مال اي دوله هو التعليم، بس مو تعليم يعني مثل ما يعني الناس بيفهمنا خاف يفهمونا جامعات مدارس. اكيد هذا الشيء مهم جدا، الوسيله هي المدارس والجامعات، بس ايضا الفاونديشن سيستم. يعني مثلا الانسان لما يريد يشتغل اكو في السيستم، تدفع تاخذ لون تفتح بيه بزنس كذا، يعني شيء بي يعني، لان هذا الشيء هو احد اسباب يعني خلينا نقول طموح هواي ناس من العراقيين. يعني طموحهم انه خلينا نقول يشتغلون يحصلون في الشيء يعني احسن ما حاله الفقدان الامل عندهم. ما اعرف شو شفته. فقدان الامل انا كنت لحظه من اللحظات كان عندي هذا الشيء، بس تخلصت منه الحمد لله، وعرفت انه ماكو هاي فكره انه فات الاوان او فاتني الوقت ابد. ماكو هيك شيء. ممكن باي لحظه من اللحظات تكتشف نفسك، تعرف انه بيك اشياء ممكن تبدع بيها، وركز عليها وابدي. لا تفكر، ابدي، خليك مجنون. انا لما عرفت القناه اي واحد سمع بيها من الاصدقاء القريبين علي، طبعا هذا الحكي قبل 3 اشهر مو هسه، يعني انا صار لي شهرين احكي ويا اصدقائي القريبين يابا لا تعرف القناه ما ادري ايش وانا الحكي اقول لهم انتوا تعرفون شيء وانا اعرف شيء. أنا هذا قررته بعد خلاص. فخليك مجنون، خليك دائما لما تؤمن بفكرة. أنا بعمر الثلاثين، أنا بعمر الثلاثين اكتشفت هذا الشيء بنفسي. يعني إيش قصة عمرك هسه؟ أنا عمري هسه 31 سنة. بعمر الثلاثين عرفت إنه غلط إنه أنت تنتظر. لا تنتظر شيء، لما تجيك فكرة سويها قبل، لا تنتظر. حلو. لا تقول باكر هسه من تجيك نفذ. بس أكيد لازم تكون عن دراسة وعن إلى آخره من الأمور، لازم تكون عند مدرك إلها. يعني مو تكون هيك بس تسوي شيء على مود إنه تسوي، لا لا، لازم تكون عند دراسة. يعني شنو نصيحتك مثلا غير هاي النصائح طقنا للشاب العراقي، وشنو اللي شيء اللي يضمن استقرار العراق؟ ما أعرف، سؤالين ببطيخ جاوبهم. والله اللي يضمن الاستقرار بصراحة 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 هو برنامج حكومي كامل. أريد رأيك طبعا. إيه هو برنامج حكومي كامل لدعم التعايش السلمي صراحة. يعني هسه تسأل واحد بالجنوب عن اللي بالإقليم أو بالشمال بيقولك يكرهون العرب، ما يريدون العرب مثلا. تسأل واحد بالشمال عن واحد من الجنوب ما يعرفهم. تسأل واحد سني عن الشيعة، يعني أنا هذا أحكي لك مو كلهم هيك، لا أكو نسبة كبيرة يعني ماكو تعايش سلمي. لسه مثلا إذا تصير مثلا أنه يأخذون مثلا يعني من البصرة، من المدارس مات البصرة 10 طلاب مثلا يأخذوهم لمدارس كردستان يظلون فت 5 أيام هناك، راح يتعلمون.
وبالعكس يعني واحد من محافظاتهم، كل محافظة يأخذون المحافظة الثانية، هم يتعرفون على بلدهم، يشوفون الألوان الموجودة ببلدهم. إذا بمحافظة واحدة موجودة هذا الشيء، يعني التنوع العرقي والتنوع الديني، يسوون كلاسات يعني للتعرف، بس تعرف وأنه هذا طبيعي لما يخلي إيده على بطنه لما يصلي، الأخ طبيعي يعني إذا يخلي إيده على صفاحه لما يصلي. يعني عرفوهم، لا تخلوه. أنا دائما أشوف السوشيال ميديا العراقية لما يشوفون واحد مثلا دا يصلي بمكان للشيعة يصلي وإيده متكتفة، يشوفون فتشي واو، يعني فتشي طبيعي، ليش تشوفوه فتشي واو؟ خلوها فتشي طبيعي، هذا التطبيع الصحيح مو التطبيع. طبعا هي شغلة عالمية، عندنا نعيش الترند على السوشيال ميديا، والناس شلون تبين للناس شلون شكلهم وشلون، يعني هو هذا شيء معروف جدا. انا اشوف الجيل الجديد يعني احنا ما ردنا خير مره ثانيه، والله العراقيين نفسهم ما يعرفون بعض، والله العظيم. زين العراقيين هم نفسهم على السوشيال ميديا، وهم نفسهم والله ما... يا اخي السوشيال ميديا، السوشيال ميديا يعني هسه واحد يحكي يقول هذا يحكي نظريه مؤامره، والله السوشيال ميديا اغلبها بيد بيد الفئه الحاكمه، يعني هي تروج للي تريده. جيوش الإلكترونية قوية. اتفق. يعني روح على تويتر. أتفق. روح على تويتر وسوي سوي الموقع مالتك عراق وشوف. بكل مكان يعني، حتى أنا ما أرد أطرح. إيه بس مو إيه بس مو بس بالشكل اللي يضر المجتمع. أوكي أنت وجه المجتمع بالشكل اللي تريده، بس مو الضرة يعني. أوكي كل الدول أكو فت منهجية معينة للإعلام توجههم باتجاه معين، بس مو بشكل مضر لهم، يعني واحد يكره الثاني. أنت تريد مجتمع واحد يكره الثاني؟ ما لا طبعًا، بس هو كسيطرة موجودة في كل مكان، وهذا الشيء يعني أكيد. الإنستغرام طبيعي. الفيسبوك قبل كان مسيطر، خلينا نقول من أمريكا، هسه خايفين، خلينا نقول أمريكا خايفين من تيك توك، لأن تيك توك خارج عن سيطرة يعني أمريكا، فهذا الشيء يعني خلينا نقول لك بصراحة يعني خارج عن السيطرة، فهم ما كلش يعني معجبين بهذا التطبيق سياسيا، لكن هو الترند حاليا صح على تيك توك. موضوع اخر هذا، المهم خلينا منه. زين هسه انت بالمحتوى الجديد راح تطلع لنا به، ناوي تطلع لنا وجهك، تحكي لنا فيديو؟ لو انت راح تظل يعني ما انا عندي هسه حاليا خطه ببالي، اذا ما نجحت، اذا ما تطبيقها ما كان صحيح، ممكن ننجح لك اياها. مستمعينك هوايه واحنا نحبك. لا شيء ما ينجح، انا بنفسي اسويها يعني. أنا هسه أكو فد ستايل براسي أريد أطبقه، إذا شفت نفسي جود أمشي، إذا ما شفت نفسي إنه راح أعاني لا، أقول هذا خليه بصفحة أسوي ستايل ثاني. جميل. أو ما راح أنشره يعني، لا أجرب نفسي، إذا شفت نفسي أوكي عادي أستمر عليه يعني أنشره، إذا ما شفت نفسي جيد لا ما راح أنشره أصلا وأسوي فد شيء جديد. ما أعرف لحد هسه، هي الأفكار أكو بس لحد هسه ماكو تطبيق، لان هسه حاليا انا شويه عندي اشغال معينه اريد ارتاح منها اخلصها، وهم اريد ارتاح شويه وراها ابدي اكتب، واكو اصلا مكتوب وابدي اتعلم الستايل الجديد، مثل ما تعلمت هذا الستايل اسوي ستايل جديد. زين هم ناوي تفتح قناه بودكاست مثلا في شيء يعني تجي يعني تصاحبنا أسمر، طبعا هو ويانا، تحياتنا إلي من منصة ميل. يسأل هل ممكن نشوف أكتوبر بودكاست على منصة ميل باعتباره هو ينتج محتوى فقط صوت، يعني بس وياكم قصدي؟ ما أعرف عندك بلان يعني، إحنا دا نسألك هسه حتى أنا مو أزعل حتى أريد أزعل منك، إذا راح تسوي بودكاست بوحدك حتى أزعل. يلا وفرولي راتب شهري 2000 تعال تعال. هسه خلينا نكمل الحلقة وبعدين نجيب الموضوع. 2000 دولار شلون راح ندفع لك؟ 2000 دولار يعني فكرت يوم من الأيام أنت ممكن تنجح في منصة صوتية مثلا؟ منصة صوتية؟ بصراحة أنا بالكلية كان أكو مسابقة معينة، فأكو فريقين اللي هو فريقي وفريق الثاني، يعني المسابقة كانت على أسئلة سواها بالكلية، فلما قعدنا إحنا 5 طلاب والفريق الثاني 5 طلاب، الخمس طلاب اللي إحنا واحد يذب المايك على الثاني، واحد يذب المايك على الثاني، آخر شيء وصلت يمي إلا أنت تحكي ماشي، أنا راح أجاوب يعني، أنا أشاورهم وأنا اللي أطرح الجواب بالمايك. فخلصت المسابقة وطلعنا من المسابقة، فأجت واحدة من زميلاتنا قالت لي انت شو مفكر تسوي ورا ما تتخرج؟
قلت له يعني شنو أنا خلص راح أخلص قانون إيش راح أصير مثلا محامي أكيد. قالت لي أنصحك شيء، قالت لي قالت روح اشتغل براديو. قلت له ليش؟ قالت لي صوتك يخبل. صوتك هاي حلو. الفكرة ما راحت من بالي، هاي الفكرة ما راحت من بالي أبد. أكو شخص قال لي إنه صوتك حلو بالمايك، فبصراحة ما كان عندي سكيلز بالفويس أوفر أبدا، تعلمت من عندي يعني، ما شاهدت حتى باليوتيوب ما شاهدت، بس تعلمت فيدباك. أكو يقول لك أنت هنا تحكي سريع، أنت هنا تحكي، أنت هذا الحرف عندك غلط، يعني التعليقات اللي باليوتيوب كلها أقراها يعني، من لما أقولها ممكن بعض الناس ما صدق، بس تعليقات اليوتيوب جدا مهمة حتى تطور محتواك. يقول لك مثلا صوتك هنا ما حلو، أنت هنا حكيت غلط، أنت هنا، فتعلمت من المتابعين شلون أحسن تعليقي الصوتي. وبصراحة أنا لحد هسه ما شايف، إذا أكو واحد هيك ما أعرف، أنا لحد هسه ما شايف واحد يحكي بهاي السرعة وينطلق هيك يعني. أنا هذا الستايل اللي انعرفت به يعني. أنا قلت لك أنا بديت بمجال كل شيء ما أعرف عنه، فلما تبدي مجال ما تعرف شيء عنه ممكن تسوي شيء أنت خاص بك. وراح تظل، راح تظل تشي بسرعة بمجالك الجديد؟ لا، راح أحاول أسوي تمثيل صوتي يعني مثل ما أنت تحكي وياي هسه يعني نفس الرتم. لا 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 لا، أكو مرات لازم تحكي هادئ، أكو مرات لازم تحكي سريع، لازم تعرف تخطط للحلقة مالتك صح، تبنيها صح لما تنطي المشاعر بصوتك، وهذا الشيء لازم أتعلمه صراحة. ما هو أنا دارد أطلع الفكرة أو شوف أسئلتي هاد تطلع الفكرة شنو التمثيلية، سريع بطيء مشاعر شنو. طبعا لازم تمثل الصوت. أكو واحد يجي يقرأ لك النص عبالك أنه هو جاي يحكي ويا نفسه، وأكو لا ثاني، أنا عندي مقاطع قديمة من أسمعها أشبع ضحك كأدا أحكي ويا نفسي. أنت عندك أنت عندك مستمع يحب يسمع لمشاعرك لما توصل الكلمة، فالتعليق الصوتي هو فن إيصال المشاعر بالصوت فقط، بدون وجه، بدون ملامح، بدون حركة. جميل، زين. شنو اسمك؟ شنو حرفك الثاني من اسمك؟ زين 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 زين. المحتوى العراقي، حكينا بهذا الموضوع أكيد في حلقات من على بودكاست من تتابعوها. شنو اللي يجذبك أكثر هسه حاليا يعني نظرتك حاليا للمحتوى العراقي؟ هل يعني تشجع كل واحد عنده محتوى عراقي لو أكفد لون مميز أنت تحب تسوي له سبورت أو دعم؟ وما أعرف، جتني أسئلة، شنو رأيك بمشاهير العراق؟ طبعا بالنسبة لي أنا ما أعرف شنو مشاهير العراق، منهم مشاهير العراق يعني، يعني والله هي يعني أكو بيهم الزين أكو بيهم المازين يعني مثل كل الدول، بس السي بي ام العراقي يدفع صانع المحتوى باليوتيوب أنه يسوي محتوى سهل حتى يربح منه فلوس. فمشكلة بصراحة أنك يعني هالساعة كانت واحدة من مشاكلي، مشكلة أنه أنت توازن بين الجودة وبين الكمية، يعني الكمية والنوعية مشكلة. لما أنت عندك 4 فيديوهات بالشهر، فأنت حرفيا بالشهر كله ما عندك 200 دولار، هاي مشكلة، كلش مشكلة. أما ما يجذبني بصراحة، أنا يجذبني كل شيء مميز، وشون أنت تقيم المميز أنه أنت تشوف هذا الشخص عنده شيء ما موجود بغيره. يعني هسه أنه طالع طاشة أنه بس يسوي رياكشنات، بصراحة الموضوع صار ممل، كلش صار ممل، كلها جاي تسوي نفس الحركات كمان يعني. نوعوا أنتوا بالنهاية بشر، كل بشر مختلف عن الثاني، كل شخص لازم تكون كرييتيف شوي يعني، مبدع في عملك. ممكن تأخذ نفس الفكرة، ممكن تطورها، ممكن تغير تحورها أكيد. فعلا إيه فعلا. أكتوبر يقول لك أو كومنت ما أدري سؤال، والله ما أدري، أنا لازم أقرأ لك. لا تترك اليوتيوب لأن والله انتحر. بلاش تقول له هذا، هذا منتحر السلام. لا لا، هو ما راح يترك. لا اكيد، بوساتي له، هاي بوسه خاصه لك. هاي الكليشه هاي مال بوس الخشمك، وين تعلمها؟ وين جايبها؟ هل هي اجت بالصدفه؟ هاي كانت بيني وبين شخص. شخص which one؟ ما لا، انا ما اقول لك شخص لو شخص، بس بيني وبين شخص مقرب لي. راح تكون فيديو هاي يعني بالمناسبه. هلا فيديو بالقناة الجديدة، يعني هسه المحتوى اجى شوي، اكو صورة ببالنا صارت. هذا الفيديو راح يكون من الفيديوهات المؤثرة، يعني انا اصدق انه راح تكون من الفيديوهات المؤثرة لان بيها فكرة كلش عميقة. هاي بوس الخشمك راح تكون فتشي عميق كلش.
زين راح تتعلم منه بمحتواك الجديد. شنو هدفك يعني محتوى جديد؟ ايه يلا يلا اخذ السؤال. شنو هدفه؟ ايه؟ تكمل سؤالك؟ خلي بارت 2 خلينا نكمل هذا هدف المحتوى نفسه انه اني اسوي شيء احبه، وثاني شيء المشاهد يستفاد. زين من المستمعين اللي انت حابب توصل لهم يعني هسه مثلا خلينا نقول اكتوبر اعتقد اكثر المتابعين او التارجت اودينس عراق. زين اكيد انت تحاول على مستوى الصعيد العربي، لكن هسه انت عندك عندك هدف توصل المستمعين اكثر من العرب المره الجايه؟ يعني استهدف الكل يعني العرب بشكل عام، يعني ممكن نشوف حلقات ما لها دخل بالعراق، لها علاقه يعني مواضيع عالميه يعني مواضيع العراق بالدول العربيه قصدي. بالضبط واني يعني اني بصراحه مرات هم شوي اشكل على صناع المحتوى العراقيين انه لما يوجهون محتواهم للعرب يسووه فصحى او يسوون لهجه مثل لهجتهم. انا اشوف اللهجه العراقيه من احلى اللهجات باللغه العربيه بالدول العربيه كلها، لهجه خفيفه حلوه بس ماكو تسويق لها مثل ما سوقوا المصريين للهجتهم. ماكو تسويق للهجه العراقيه بصراحه. إيه. انت كصانع محتوى لازم تكون مسوق للهجه الخاصه بك. اني يتابعوني عرب كانوا بس مو بالنسبة كبيرة، لأن أوردي يعني محتواي مو موجه للعرب كان، بس بالمرة الجاية لا، هاي بوست الخشمك راح توصل للكل. هاي لازم الترجمها حتى للإنجليزي، راح أوصلها للكل. هاي المرة يعني راح تكون موجودة ويانا هاي أكيد أوكي. هل هو هذا اسمك الجديد يعني باليوتيوب؟ لا أكيد الاسم كلش كرياتيف، انا احب الكرياتيفيتي. اوكي ما تقول لنا عنه في الديسكربشن شيء ديتيلز؟ لا قلت لك انا ما احب استغل وجودي هسه باليوتيوب للمحتوى الجديد، حتى لا حد يجي يقول لي انت استغليت اسم الثوره انه صعدت. لا انا اريد اسوي شيء بنفسي نجحت به الحمد لله، ما نجحت بيها من الحمد لله سويت اللي علي. اهم شيء ما اتقوقع ويا نفسي ما راح انجح ما راح ما ادري ايش يصير. هاي الافكار الموجوده عند هواي شباب، لا ابدوا ملكم خلوكم مجنونين. يعني واحد من الاسئله همين اسمك واسمك كلها تسالك اسمك. زين لا الاسم مو فد شيء مهم. يعني هسه انت تسجل تسجيل ايه سهو واحد الاسم مو فد شيء مهم. هو ده يقول لك هو نفسه ريبر شبه الصوت وطريقة بالكلام فظيعة. هل أنت ريبر؟ هو منو ريبر؟ والله ما أدري. ما أعرف. والله ما أعرف بس جاي. إذا أنا هو فما أعرف نفسي. أف عندك نكنة وأنت ما تدري يعني؟ والله ما أدري. أنت موجود على الديسكورد يعني عندك في محتوى ما مو محتوى إنما رومز مال. الديسكورد نفسه اسمي أوسي تيوبر. أوسي هو بس حرفين أوسي. هم تفكر تسوي فد محتوى خاص بيك على الألعاب جيمز والسوالف كل ده تسوي جيمز؟ ممكن هو مجال مربح ومجال تقدر تعبر بيه عن شخصيتك، بس ما أدري صراحة ما أدري. أنا أشوف المحتوى الجديد هل راح يأكل وقتي أو ما راح يأكل وقتي. إذا أكل وقتي فممكن ما يكون عندي وقت، أما إذا لا كان فد شيء بسيط إن شاء الله راح أسوي قناتين. أوردي قناتين زين يعني راح أرجع بقناتين يعني بس للعلم هاي سنيك بيك راح أرجع بقناتين زين. أنت دوختنا يعني قناتين اثنينهن فيديو لو واحدة صوت اثنين مثلا اثنينهن فيديو أوكي بس لونين يختلفون أكيد ممكن. زين أنت شو راح تلحق يعني أنت سجلت تقول أنت بالقوة وقيت وما أدري شنو شلون هاي قناتين؟ أقول لك أنا خبل ما تصدقني. زين خبل زين شلون وضح لنا شلون ما اذا وضحت تشتغل صبح وليل مو اذا وضحت راح ينعرف الموضوع. عندك فريق عمل؟ ما عندي لا عندي اصدقاء ديزاينريه جرافيك ديزاينر بس ما اتوقع راح يكون عندهم الامكانيه ان يساعدوني بالمحتوى الجديد. تحياتنا لهم طبعا. اكيد تحياتنا للجميع. زين محتواك هذا الاكتوبر السابق حسيت انت يوم من الايام لما سويت في فيديو عن شخص لو موضوع حلقه حسيت ان انت راح يطي شرارة طائفية إنه والله هذا حسب أكتوبر طائفي ها أكتوبر هيشي ملته؟ شوف أنا بكل حلقة لما هل أنت إنسان طائفي أكتوبر؟
لا لا